يا صباح الخيرات على كل حضراتكم وسادات وسادة متابعينا ومشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد يا رب ان شاء الله يكون يوم جميل علينا كلنا، وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله تسعدوا معانا من خلال متابعتكم لينا في الحلقه النهارده، وخصوصا ان احنا عندنا يعني الى جانب الاخبار بقى المعتاده اللي بنتكلم مع حضراتكم فيها ودايما بنقول لكم ايه المستجدات، النهارده كمان عندنا مجموعه من الاخبار اللطيفه هنستعرضها كده مع حضراتكم، بس انتم ان شاء الله تابعونا وباذن الله تجدوا ما يسركم. صباح العسل. بونجور. بونجورين. صباح الفل. صباح الخير يا كيمو. صباح الفل على حضراتكم جميعا، وبدايه الاسبوع كانت او تاني يوم ان شاء الله يبقى اسبوع خير، والماتشات اللي كمان في الاسبوع ده باذن الله كده تعدي على خير. طبعا احنا عارفين احنا عندنا بعض الثغرات، عارفين ان احنا عندنا بعض يعني الغضب اكيد بداخل، وده مشروع جدا، بس خلينا دايما يبقى عندنا امل، لان احنا اكيد مش هنحب النادي الاهلي بس وهو بيفوز وهو بينجح، لازم كمان هنقف جنبه في التعثرات وفي المشاكل او في الداونز زي ما بتقال اللي بيمر بيها. اللي بيحب حد، اللي بيحب كيان، اللي بيعشق كيان بيحبه يعني زي ما بيتقال كده في الحلوه وفي المره. لكن احنا الحمد لله احنا النادي الاهلي الحلوه عندنا احسن واعلى بكتير عن نوادي اخرى ممكن تقارن حضرتك نفسك بيها في الداخل وفي الخارج. انا برحب بحضراتكم، خلينا نستعرض كده الفقرات. معانا فقرتين اعتقد مهمين جدا، والفقرة الأولى أعتقد كمان هي محببة عليا أو ليا أنا وكريم على قلوبنا، لأن احنا هنتكلم فيها عن منتخب كرة القدم للساق الواحدة، ومعانا ضيوفنا اللي منورينا، واتنين مش هعرفهم أو مش هقول أساميهم دلوقتي طبعا، لكن هنعرفهم في الفقرة هم يحكوا لنا عن نفسهم، لكن يعني كانوا معانا قبل كده برضو من فترة طويلة، وكان في كده كلام اللي هو احنا عايزين نعرف الإنجازات اللي جاية ازاي والمشوار اللي جاي وصلتوا فيه لإيه، وبالتالي فعلا أو على الأرض الواقع فعلا ده حاصل، وما الحمد لله قطعوا شوط كبير جدا، وكل واحد منهم عدى برحلة نجاح كبيرة جدا، فان شاء الله هتبقى فقرة في غاية الأهمية، وهي كمان فقرة تحدي. يعني الفكرة طبعا كلها ان انت لما بتسمع من أبطال زي دول انت بتتعلم، بتشوف قد ايه الموضوع ما فيش حاجة اسمها اصلا انا مش عارف، اصلا انا مش قادر، الواحد لازم يحاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة. على فكرة ما فيش حد بيوصل لحلمه من اول مرة، كنا كلنا ارتحنا. ما كانش هيبقى في دنيا اصلا. الواحد لازم يتحدى اي ظروف عنده، فعشان كده الفقرة دي جميلة، ان احنا معانا ضيوف جميلة وأبطال كمان مروا صعوبات حابين ان احنا نعرفها منهم. الفقرة التانية الفقرة الطبية المعتادة، وهتنورنا فيها دكتور زينة أبو السعود، وهيبقى ملف جديد في مجال الصحة أكيد هيكون مهم لحضراتكم. تمام، خلونا بقى نبتدي في الأول خالص قبل ما ندخل بقى مع حضراتكم عن يعني في سلسلة الأخبار اللي احنا جاهزين بيها النهاردة والمعلومات اللي عايزين نقول لحضراتكم عليها، بس الحقيقة لازم في البداية نقول كلمتين كده ونتوجه بيهم تحديدا لجماهير النادي الاهلي في كل مكان، لان زي ما كانت نواند بتقول من شويه قالت ايه؟ قالت غضب مشروع، هو غضب حاصل وحقيقي وواقع، امر واقع، وكونه مشروع فهو مشروع جدا، بس يمكن هي المعضله ان كالعاده يمكن هي اقدار بقى قدر جماهير النادي الاهلي ان هم يكونوا متعودين من النادي الاهلي على الفوز بكل البطولات اللي هم بيبقوا طرف فيها، ودي حاجه مش جديده. وبالتالي لازم برضو نقول ان كالعادة الرياضة مكسب وخسارة، مفيش بطل في الدنيا في اي رياضة سواء فرد او فريق او منتخب او ايا كان، مفيش حاجة في الدنيا بتستمر على ما هي عليه لفترات زمنية طويلة. يمكن النادي الاهلي لفترات سابقة او في فترات سابقة كسر القاعدة دي وقعد لفترات طويلة جدا بيحصل على كل البطولات وكل الالقاب في كل المنافسات اللي هو بيشارك فيها، لكن لكل جواد كبوة زي ما بيتقال. فعشان الغضب المشروع اللي نواند بتتكلم مع حضراتكم عليه ده لازم نقول كلمتين في البدايه، لازم جماهير النادي الاهلي تكون فاهمه حاجه مهمه جدا ومنطقيه جدا، ان كل مسؤول في النادي الاهلي عارف كويس قوي ومستوعب كويس جدا طلبات وطموحات ومتطلبات يعني كل مشجع اهلاوي، لان هم نفسهم في الاساس يعني في الاساس وفي الاول وفي الاخر مشجعين لهذا الكيان ومحبين لهذا الكيان العظيم. لازم نكون كلنا عارفين بل وواثقين كمان إن النادي شغال بكل ما أوتي من قوة على الفريق وعلى إنه إزاي نرجع تاني لوضعنا ولمسارنا الطبيعي في البطولات، ومسارنا الطبيعي طول العمر زي ما كنا بنقول هو الفوز بكل البطولات وكل الألقاب. فكان يعني لازم نقول لكم الكلمتين دول، ولازم برضو نقول لكل أهلاوي على حدة كن مطمئن عزيزي الأهلاوي، كل واحد يعني منتمي لهذا الكيان بيعمل دوره على أكمل وجه، ودايما البطل بيتعرض لصعوبات وبيتخطاها وبيكمل وبيوصل لكل أهدافه،
ويمكن من ضمن الإشارات والأمارات والدلالات على أن النادي الأهلي هو نادي بطل، أن حتى في أزماته تلاقي دايما النادي الأهلي يعني إيه الكل باصصته وكل منتظر هيحصل معاه. أيوة إيه. أيوة طبعا جاي. طبعا كله مركز مع النادي الأهلي، ده بطبيعة الحال أنت لما بتكون المميز أو بتكون الشخص الكبير الناس كلها بتركز معاك. لو أنت مالكش قيمة، لو أنت بتحصل على بطولة كل 10 سنين أو 5 سنين أكيد مش هيبقى التركيز عليك بشكل كبير. لكن إحنا عارفين كمان أكيد أن كرة القدم تحديدا هي مزاج الأهلاوية. يعني أنت بتتكلم دلوقتي عندنا رياضات كتيره جدا والناس كلها في النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي اكيد حابين ان احنا نفوز في كل الالعاب، لكن تيجي عند كره القدم لان التركيز عليها اكتر او بشكل كبير جدا. فاحنا متفاهمين ده جدا وعارفين، وان شاء الله يبقى في بطولات في كل الالعاب الرياضيه في النادي. لكن برضو هنرجع نقول المشجع الاهلاوي كيفه كده، مزاجه كده، هو عايز يكسب في الكره تحديدا. وده اعتقد استكمالا لكلام كريم، ده اللي الجهاز الفني حاليا طبعا بقياده سواريش بيحاول ان هو يعمله. ورغم ان هو فعلا وزي ما قال، هو قال انا مش عارف اشتغل في الوقت من ساعه ما جيت، يعني الراجل صرح كده قال لك انا مش عارف اشتغل. طب انت مش عارف تشتغل ليه؟ لان هو بيتكلم ان هو بيعمل استشفاء فقط للاعبين كل 3 ايام، يعني كل 3 ايام مباراه، وهو اللي بيعمله ان هو بيعمل استشفاء في الوقت الحالي. فده امر يعني غير منطقي لاي لاعب كره قدم في العالم. بقول لحضراتكم في العالم، واتكلمنا واستشهدنا قبل كده وعملنا مقارنات، الكلام ده كله قلناه الاسابيع اللي فاتت. وتاني وادينا شايفين حجم الاصابات للاسف الشديد في الفرقه، وكل المواقع اتكلمت عنها كمان على السوشيال ميديا. هم زي ما انا قلت امبارح برضو عاملين تقرير كده اسمه مستشفى الاهلي، لان هي فعلا اصبحت مستشفى بمنتهى الصراحه. يعني لعيبه عماله كل يوم تقريبا او بمعدل كل ماتش بتتعرض لاصابات يعني كبيره جدا وعضليه لاسبابها او راجعه لاسباب كتيره، منها الاجهاد. الجهاز الفني فعلا خلينا نقول الله يكون في عونه ان هو يقدر يعني يوظف كل امكانيات المتاحين معاه، لان حاليا احنا عشان نقدر نكمل كمان بقيت مباريات الدوري، بغض النظر بقى اللي شايف ان الدوري خلاص خلص، الدوري ما خلصش، الامل موجود او مش موجود، مش قصتنا. احنا النادي الاهلي بنلعب لغايه اخر نفس، ما فيش حد هيجي يقدر يقول لك خلاص بقى مش مهم، مش حاجه اسمها كده. كلنا مستوعبين ده اداره ولاعيبه وجماهير، فخلونا نعمل اللي علينا بس برضو نبقى شايفين الصوره بشكل كبير. ومعرفش ليه الظروف دي يعني موجوده. يعني انت عارف الكلام تيجي تحلل هو في مشكله وفي مشاكل، بس ليه بقى ما تفهمش؟ يعني ليه حظنا عامل كده؟ ليه الكبوات الكتيره اللي بتحصل دلوقتي ما فيش اجابه عليها؟ دي حاجه ما حدش هيعرف يجاوب عليها يعني، بس هي اكيد او دي مؤكد سلسله لاخطاء كانت قبل كده فنتجت عن النتائج دي. احنا اتكلمنا امبارح وقلنا يا كريم عايزين نبتدي نركز شويه مع الناشئين، ندي فرصه للناشئين. الناشئين عندنا على فكره تقال جدا، لما بتدي فرصه فعلا بيثبتوا نفسهم. قلنا عن زياد طارق، قلنا عن كريم فؤاد، قلنا عن اسامي كتيره جدا. الفكره ان هم كان يمكن في الفتره اللي فاتت محتاجين يشاركوا اكتر في الملعب. يمكن كان بعض الاسماء اللي موسيماني مشاها او يعني انهى تعاقدها مع النادي الاهلي كان منهم بعض النماذج الكويسه، ممكن لا. انا بقول لحضراتكم الصوره بشكل عام لما تيجي تحلل تقول هي المشكله يعني اساسها فين، المشكله راس المشكله فين. ف أسباب كتيرة. على كل حال إن شاء الله خير، ونتمنى بإذن الله الأسبوع ده يعدي على خير. إحنا ماشيين أسبوع بأسبوع بأسبوع يعني مباراة بمباراة، فإن شاء الله خير يا رب. عموما بعيدا عن الجزء القدري اللي في الموضوع، بعيدا عن الأقدار، بطبيعة الحال نواد كانت بتتكلم وتقول إيه أو بتسأل بتقول اللي بيحصل ده بيحصل ليه؟ أكيد طبعا تاني بعيدا عن الجزء القدري، لا في حاجات معينة، وأكيد كل القائمين على الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وكل حتى المنتمين لهذا الكيان بشكل عام عارفين كويس قوي، كانوا واخدين بالهم ان في الفتره الاخيره كان في مشاكل معينه لو اتثابت بينتج عنها سلبيات، وده اللي حصل. ففي بعض الاحيان مش دايما بيكون من الخير ومن من الجيد ان تحصل مشكله معينه تستدعي وقفه، والوقفه دي ممكن جدا ينتج عنها تغيير مسار، ممكن ينتج عنها ثوره تصحيح زي ما كنا بنتكلم امبارح انا ونهاوند. فقدر الله ما شاء فعل، ولكن مش وحش ان اللي حصل ده حصل عشان يبقى في وقفه واعاده ترتيب اوراق واعاده حسابات، ونشوف كل حاجه معوجه نخليها ازاي تستقيم مره تانية. كل واحد ما عندوش الروح الكافيه اللي تؤهله انه يبقى لابس تيشيرت النادي الاهلي يعاد ترتيب الامر. انا بتفق معاك على فكره، انا بتفق معاك جدا، فدي حاجة ان دي حاجة مسؤوليه مهم. كبيره طبعاً. وامنيه عند هقول ايه يعني، انا عايز اقول لحضراتكم بجد لما رحنا عملنا التسجيل مع قطاع الناشئين، وده مش بس اللي بيثبت يعني، ده على مدار السنين والاجيال القديمه كلها، انت حتى لو انت بتنتمي لنادي اخر انت بتبقى عايز ولادك يلعبوا في ناشئين الاهلي.
صحيح. فده اكيد ليه دلاله، اكيد ده الكلام ده ليه منطق او ليه سبب. فلما انا ببقى بنتمي لنادي تاني وعايز ولادي لا فرصتهم مع النادي الاهلي، فاكيد ده معناه ان انت بتضمن مستقبل ابنك مع اكبر نادي في مصر وفي افريقيا ويعني وتالت العالم، فانت اكيد عارف انت بتودي ابنك فين او نفسك ابنك ينتمي لايه. فالنقطه بقى اللي احنا بناكد عليها تاني، في ناس عندهم هذه الفرصه ولكن مش على قدر المسؤوليه ربما في بعض الاحيان، ما مش بتكلم في النادي الاهلي، انا بقول في اي حته لما انت تبقى عندك فرصه عظيمه ما تكونش على قدر المسؤوليه من الكفاءه والجهد و و و الى اخره، ما بتبذلش اقصى ما عندك عشان افضل في المكان اللي انا فيه، يبقى مكانك اكيد او مؤكد حد تاني هيجي ياخده. فده كلام منطقي، ده ما يزعلش حد. وعلى فكره برضو تاني احنا ما بنتكلمش عن جيل حالي ولا جيل، احنا بنتكلم في العموم، الكلام في العموم وعلى كل الاصعده. فلا انا اتفق معاك جدا. طب هو اجهاد واصابات وملف التحكيم لوحده ده احنا قاعدين نتكلم فيه بتاع شهور، وهنتكلم على فكره يعني اتكلمنا وهنتكلم اه تفتكر خالص لا مستمرين على كل الاحوال. على ذكر بقى المستقبل اللي هواد بتكلم حضراتكم عليه، تعالوا بقى نطمنكم على المستقبل. تاهل منتخب الشباب الوطني لنصف نهائي بطوله كاس العرب للشباب بعد الفوز الكبير اللي حققوه على نظيرهم المغربي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور ربع النهائي لهذه البطوله المقامه حاليا في السعوديه. والحقيقه كلمه حق لازم تتقال، الاهداف كلها اللي جت في هذا اللقاء كلها احلى من بعض، سواء الهدف اللي احرزه المغرب او الهدفين اللي احرزهم منتخب مصر للشباب. بتستمر طبعا هذه البطوله حتى الخامس من اغسطس الجاري، ويواجه منتخب مصر في نصف النهائي فريق الجزائر، وطبعا ده هيكون لقاء قوي جدا. الحقيقه الفرقتين كانوا تأهلوا، المنتخب المصري والمنتخب المغربي كانوا تأهلوا لهذه المرحله بعد الفوز في مباراتهم في دور المجموعات. فازت مصر على عمان وعلى الصومال وتصدرت مجموعتها، وفازت المغرب في المقابل على السودان وعلى فلسطين وبالتالي تصدرت مجموعتها هي كمان. من المقرر ان تقام مباراه مصر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب يوم الاربعاء المقبل ان شاء الله. والحقيقه شويه لعيبه زي الفل وشويه يعني حاجات بتحصل كده في ارضيه الملعب تطمننا بقى على المستقبل اللي احنا بنتكلم عليه. لا مستقبل الرياضه الحمد لله المصريه من تألق لتألق الحمد لله. وكمان الخبر اللي جاي مرتبط بالخبر الحلو اللي كان كريم بيقوله، لان احنا برضه بنتكلم عن سلسله النجاحات لنتيجه هنا بقى قرعه كاس العرب للناشئين 2022 واللي اسفرت عن وقوع مصر في المجموعه الرابعه بالبطوله. هيستضيفها الاتحاد الجزائري لكره القدم ان شاء الله من 22 اغسطس لغايه 8 سبتمبر، وهيلعب الفراعنه فريق الفراعنه او منتخبنا ضمن منتخبات المجموعه الرابعه اللي بتتضمن هنا السعوديه وسوريا ولبنان. وعلى فكره برضو دي تعتبر مجموعه تقيله كريم، يعني السعوديه برضو على فكره تقيله جدا. هيشارك في البطوله 16 منتخب، وهتعد بطوله كاس العرب لمنتخبات الناشئين دي ثالث بطولات الاتحاد العربي لكره القدم في 2022 بعد طبعا كاس العرب لكره القدم الصالات وكاس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنه اللي هتستمر لغايه يوم 6 اغسطس. فبالتوفيق وحاجه محترمه طبعا. وان شاء الله كده برضو نتائجها تبقى محترمه لان ده اللي احنا بنأمله يا رب ان شاء الله. كمان من الاخبار الحلوه مشاهدينا في كل مكان، امبارح اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اختيار الحكم المساعد الدولي يارا عاطف ضمن الحكام المشاركين في اداره مباريات كاس العالم للناشئات تحت سن 17 سنه. بالمناسبه يارا عاطف سبق وظهرت قبل كده في اكثر من منافسه دوليه كبيره، يعني ابرزها يمكن كاس الامم الافريقيه الاخيره في المغرب والتصفيات المؤهله لكاس العالم للسيدات 2023. وبالمناسبه الهند هي اللي هتستضيف كاس العالم للناشئات تحت سن 17 سنه في الفتره من 11 الى 30 اكتوبر المقبل ان شاء الله، وبيشارك في هذه البطوله 16 منتخب ما بينها ثلاث منتخبات افريقيه هي نيجيريا والمغرب وكمان تنزانيا. فطبعا كل التوفيق ليارا عاطف. تعالى بقى نروح للالعاب الثانيه، ونروح تحديدا للتفوق المصري في السلاح. وبعد ما خلاص انتهت يعني او انتهت من كام يوم من البطولات بطولات الموسم الدولي للسلاح، خليني اقول لحضراتكم صدر الاتحاد الدولي او تصدر للتصنيف النهائي للاسلحه وكمان الاعمار كمان في المختلفه. وبكده نقدر نقول يا كريم ان تحكم مصر او تحكم مصر على سيطرتها على التصنيف الدولي للشباب بمجموعه مميزه من اللاعبين. مبروك طبعا لاولادنا، واعتقد حاجه محترمه جدا. وخلاص احنا كنا بطوله السلاح دي كنا بنتابعها مع حضراتكم بقالنا كام يوم او كام اسبوع تحديدا، لكن هي انتهت من كام يوم زي ما كنت بقول لحضراتكم، واصدر الاتحاد
الدولي التصنيف النهائي للأسلحة والأعمار المختلفة، وعندنا صدارة مصرية للتصنيفات يعني الخاصة بسلاحين هنا يعني مختلفين، سواء احنا بنتكلم عن المبارزة أو السيف، فحاجة بجد محترمة جدا. جميل، وجميل برضو ان احنا كل يوم والتاني تقريبا بنحكي مع حضراتكم وبنحكي لكم ونقول لكم عن يعني فعالية عالمية أو دولية بالزبط. ما بتنظمها مصر وتصدر طبعاً. المنتخب أو المصريين فيها يا كريم، يعني انت بتنظم البطولة وفي نفس الوقت المنتخب عندك بيفوز أو بيعمل رانكينجز محترمة جدا أو بيفوز بالذهبية. فلا احنا كنا بنسمعش ده على فكرة من 4 5 7 6 سنين يعني من السنين اللي فاتت، لا كل سنة بتتطور القصة. ليه؟ لأن في مرحلة من المراحل في طوبة اترمت في المية الراكدة، اتحركت بموجبها الأمور. أنا بتفق معاك بصراحة، وبقينا نلمس بقى دلوقتي يعني إيجابيات هذا الأمر، اللي طبعا كنا بنتكلم فيه من زمان، ده طول عمرنا بنتكلم في النوع ده من الأمور، لأن احنا فعلا لو هنتكلم على المصريين بعيدا عن اي انتماء وبعيدا عن اي احساس بالوطنيه الى اخره، دي حقيقه وامر واقع. احنا عندنا ابطال مغمورين في كل نجع فيك يا مصر، في كل قريه، في كل كفر، في كل حاره، في كل سواق، عندنا ابطال مش لاقيين الفرصه. الناس دي لو اتنفخ من عليها التراب كده اتفرجوا عليهم هيعملوا ايه. انا بتفق معاك جدا، والمشروع القومي يمكن للبطل الاولمبي اللي اصدرته او يعني بمشاركه وزاره الشباب والرياضه فيه، اعتقد ده كويس جدا، لان هو بيعمل النقطه طبعا اللي كريم بيتكلم عليها. انت دلوقتي بقيت او اصبحت بتروح للقرى والاماكن اللي هي يمكن هناك الفرصه فيها محدوده شويه، ان اولادها يقدروا ان هم يطلعوا ويبقوا في مراكز شباب او غيره، او اصلا حد يشوف موهبتهم. انت بتروح لغايه عندهم، بتشوف المواهب اللي موجوده وبتدي فرصه، اعطاء الفرصه وفقط. بعد كده انت لو شخص تقدر او عندك التالنت او موهوب هتقدر ان انت تفرد نفسك، بس فكره اعطاء الفرصه زي ما انت بتقول عندنا طبعا. عندنا كوادر كتيره جدا كانت مغموره فيما سبق، دلوقتي ايه مبادرات زي دي اعتقد بتدي فرصه كبيره جدا وبتدي امل للشباب كبير جدا. ومش بتكلم بس عن اللي هي البطل الاولمبي فقط، انا بتكلم ان جنرال الثقافه ابتدت تتغير شويه، ابتدت الناس تهتم بالرياضه، ابتدى الاهالي نفسهم يا كريم يقول لك انا مش فارق معايا ابني يطلع دكتور، انا عايزه يطلع بطل رياضي، ليه لا؟ فالثقافة نفسها اتغيرت، وده شيء أعتقد مهم جدا. فإن شاء الله ده هيبقى ليه انعكاسات كبيرة. وكمان تاني هرجع أقول الكلام اللي أنا قلته زمان لما خلصت أولمبياد طوكيو، أنا وكريم اتكلمنا في النقطة دي، قلنا إحنا بنفوز بميداليات ولكن بأقل الإمكانيات. ليه؟ لأن أنت عندك مشاكل أو شوية ثغرات أو صعوبات في التمويل، يعني حتى الاتحادات المختلفة ربما مش بتمول بالشكل الكافي لأبطالنا، ما عندهاش موارد أصلا. في ألعاب فردية كمان أبطالها كانوا بيحكوا لنا إن هم بيصرفوا من جيبهم، فتخيل حضرتك لما الثقافة دي تتغير ونبتدي ندخل فلوس ويبتدي يبقى فيه بادجت اعلى ويبتدي يبقى فيه سبونسرز، وتلاقي البطل ده بياخد كل ما يحتاجه من اهتمام ورعايه وكمان رعايه ماديه، شوف ممكن يوصل لايه، لان هو باقل الامكانيات بيلعب وبينافس شخص عنده كل حاجه في دول تانية مختلفة وممكن كمان بيتفوق عليه. فهي دي النقطة اللي بنتكلم فيها، عندنا القدرة وعندنا التالنت وعندنا يعني إن شاء الله كمان الإمكانيات تكون بس في المستقبل، لأن في الوقت الحالي لا تكفي. فعشان برضو نبقى داخلين على أولمبياد باريس 2024 يا كريم، الصورة واضحة عندنا، بس اللي أنا أعرفه وسمعته من أبطالنا اللي بيقولنا الضيوف إن الوضع شوية ابتدى يختلف بشكل كبير، ابتدى يبقى فيه تدعيم أكتر كمان ماديا، فدي خطوة جيدة. برضو كلمة حق لازم تتقال يا حضرات، إن يعني لو حضراتكم تفتكروا مع بدايات انطلاق هذا البرنامج بالتحديد، برنامج 10 الصبح في الأهلي من حوالي سنتين، أنا فاكر كويس جدا في الحلقات الأولى من البرنامج ده كنا بنتكلم كتير على تفصيلة إن في وقتها، الكلام ده كان من سنتين، ان واضح ان في نيه مش بس لتنظيم الامور، لا لتفعيل الامور فيما يتعلق بمراكز الشباب. وكنا بنتكلم عن، قلنا حتى ان الدراما في وقت من الاوقات كانت بتتكلم بشكل ساخر عن مراكز الشباب، مركز شباب الشيشه في فيلم التجربه الدنماركيه للنجم عادل امام لو تفتكروا. الوضع ده عشان ابتدى يتغير من كذا سنه نتج عنه طفره ملحوظه في صح. وجود ابطال كتير عندنا في رياضات مختلفه. الناس دول كانوا الاول بيروحوا حتى مركز الشباب اللي هم لا يملكوا غير ان هم يلعبوا فيه، ده ان وجد اصلا غير مؤهل تماما، صفر صفر. لكن لما الموضوع ده اتظبط فرق كتير جدا في الحياه الرياضيه بالزبط. في مصر، وطبعا دي من الامور اللي برضو طيبه جدا الحقيقه، كانت كلمه حق لازم تتقال. كمان من ضمن الحاجات اللي عايزين نقول لحضراتكم عليها ان بكره ان شاء الله هنشهد انطلاق البطوله العربيه للملاكمه للشباب اللي بتستضيفها مصر في المركز الاولمبي، واللي هتستمر حتى يوم 6 من اغسطس ان شاء الله. وبطبيعه الحال وطبقا لقواعد الملاكمه بكره بيجري الكشف الطبي او هيجري الكشف الطبي والوزن لكل اللاعبين قبل خوض الادوار التمهيديه،
والنهارده هتقام مراسم القرعه واجتماع الحكام. وبالمناسبه بتشهد بطوله كاس يعني بطوله هذه البطوله كمان تنظيم دوره دوليه للحكام وللمدربين على هامش هذه البطوله، فطبعا ده كمان امر طيب جدا. تعالى بقى نروح لخبر حزين، نروح للرياضة العالمية، واحنا برضو بنقول لحضراتكم او بنحب ان احنا نشارك حضراتكم بعض الاخبار اللي بتبقى عاملة رواج بشكل كبير على السوشيال ميديا، تحديدا وفاة بيل راسل اسطورة نادي بوستون سيلتكس في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين. كان عمل يعني امبارح رواج كبير جدا لان هو توفي، هو ليه فانز كتيرة جدا عن عمر 88 سنة، وهو اسطورة في كرة السلة الامريكي من اوائل النجوم من ذوي البشرة السمراء اللي احتلوا مكانة عالية جدا في كرة السلة في أمريكا، وهو أحرز لقب الدوري مفروض 11 مرة، يعني بينها 8 كانوا على التوالي يا كريم حاجة. لا هو اسم كبير جدا وناس كتيرة حزنت على يعني وفاته، فحبينا برضو ان احنا نشارك ده مع حضراتكم. معرفش انت عارف بيل راسل ولا لا؟ بس لا انا عن نفسي لا، وان كنت بص انا بتابع الـ NBA بس يعني من بعيد لبعيد، لكن اللي اعرفهم هم النجوم اللي يمكن في سن اصغر بكتير منه، مايكل يعني بقى مايكل جوردن والحاجات مايكل جوردن برضو قصه كفاح عظيمه. هم في كره السله عموما، عارفه فريق هارلم اللي بيعمل شوهات استعراضيه، هم كلهم بيبقى عندهم حاجه ما بيلعبش بقى في الدوري ده، فريق يعني محترف بيعمل مباريات شوهات. يا خبر ابيض، انت بتتفرجي على سحر، هم ساحرين في كره السله. بص كره السله في امريكا زي كره القدم في بقيه الدول، هي رقم واحد يعني، ما عندهمش هم السوكر مش رقم واحد ابدا كرياضه، فهي عندهم كره السله كده وجماهيريه بالملايين بالملايين فعلا. صحيح. صباح الفل على حضرتك يا دكتوره منار، واهلا بيكي في البرنامج. أهلا. انا مش سامع. انا سمعت جزء كده. يا ترى قالت ايه؟ قالت صباح الخير. صباح الفل. يا دكتور منار. صباح الفل يا منار. صباح الخير. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا دكتور. احنا عايزين نعرف من حضرتك بقى الوضع ان شاء الله الايام اللي جايه هيكون عامل ازاي. احنا خلاص بقى دخلنا في اغسطس، كل سنه وحضرتك طيبه، واكيد بقى توقعات حاضره معانا بارتفاع درجات الحراره ونسب الرطوبه. الى اي درجه الموضوع ده هيتحقق الايام اللي جايه ان شاء الله؟ بالفعل يمكن دايما شهر 8 معروف بصوره كبيره بارتفاع نسب الرطوبه، كمان عن شهر 7 نسب الرطوبه فيه بتتجاوز ال 95% على السواحل الشماليه، بتتجاوز ال 80 وال 85% على القاهره الكبرى. ده هيستمر معانا ان شاء الله الايام القادمه مع امتداد منخفض الهند الموسمي، هيكون في ارتفاع نسب الرطوبه هنحس بها فترات النهار وفترات الليل. متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى خلال الأيام القادمة تتراوح ما بين 36 وال 35 درجة مئوية، يعني إحساسنا بالسقف فترات النهار هيتراوح ما بين أجواء شديدة الحرارة الرطبة فترة النهار، في بعض الأيام هتبقى الأجواء حارة رطبة، ده طبعاً على أغلب المناطق الموجودة في الجمهورية. خلال فترات الليل مع هدوء كمان سرعات الرياح هنحس أكثر بارتفاع نسب الرطوبة والأجواء المائلة للحرارة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية، بالاضافه كمان ان احنا طبعا مع زياده نسب الرطوبه وهدوء سرعات الرياح بتتكون شبوره مائيه في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه مع التكون الشبوره المائيه، بيكون في الساعات المتاخره من الليل يعني تقريبا على الساعه 3 4 الفجر، وبتستمر حتى طلوع اشعه الشمس يعني تقريبا على الساعه 6 صباحا. بالاضافه كمان ان احنا بننوه عن ارتفاع الامواج في سواحل البحر المتوسط، ده هيستمر يعني هو معانا اليوم وهيستمر معانا الغدا كمان ان شاء الله. ارتفاع الامواج، ارتفاع الموج هيوصل ل 2 متر على سواحل البحر المتوسط. ده كده مشكله يعني، كده الناس ما تسافرش بقى، اللي طالع الساحل او حاجه ما يسافرش متاخر قوي او بدري قوي. بالظبط، عشان الشبوره المائيه ان يمكن يعني لو احنا حتى هنسافر يبقى القياده معاها بهدوء يعني تام ونتبع كافه تعليمات المرور، هي بتبقى شبوره مائيه بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه لكن ما بتاثرش على حركه المرور الحمد لله. كويس، بس موضوع اللي حضرتك بتقوليه ده مهم جدا، الناس كتيره جدا بتحب ترجع من الساحل مثلا الفجر على شغلها على طول، فبيسوقوا في التوقيت اللي حضرتك بتحذري منه اصلا. لا نخلي بالنا قوي في الاوقات دي عشان الشبوره المائيه فعلا، خصوصا كمان في المناطق القريبه من المسطحات المائيه بتبقى الشبوره المائيه بتقدم انخفاض واضح في الرؤيه الافقيه، فبلاش يعني السفر في الوقت ده تحت. تمام جدا، في اي سؤال؟ لا انا تمام، ده يعني كويس قوي ان احنا عرفنا كمان كل المعلومات دي من حضرتك، وخصوصا التحذير المتعلق بالشبوره المائيه نظرا لخطوره هذا الامر. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره منار على مشاركتك لينا في حلقتنا النهارده، وطبعا اخبارنا وموضوعاتنا لم تنتهي بعد، خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع بعديها نكمل، خليكم معانا.
الحاجات اللي بحبها جدا لما نيجي نتكلم مع حضراتكم ونناقش موضوع معين ولاقي ردود افعال مختلفه كمان على السوشيال ميديا تحديدا تويتر. انا بتابع تويتر يعني بتابع حضراتكم على تويتر اكتر. بحب قوي الناس لان في تعقيبات جت كده يا كريم قريتها واحنا في الفاصل. ناس كتير بتتكلم على النقطه اللي احنا بدانا بيها الحلقه وهي فكره ان احنا لازم نكون سند ولازم نكون في الحلوه وفي المره ولازم نكون عندنا امل ولازم في ثقه وغيره وغيره. كتير ناس ردت عليا قالت لي كلامكم مظبوط احنا فعلا كده. لا احنا بس بنبقى زعلانين بس حقنا نزعل زي ما انتوا قلتوا ان ده زعل مشروع بس في نفس الوقت احنا عمرنا ما هنتنازل عن الاهلي او عشق الاهلي. وده كلام حضراتكم تقدروا تخشوا على تويتر هتلاقوه يعني. فهي دي الروح اللي احنا بنتكلم على اساسها. حقنا نزعل بس لا يمكن في يوم من الايام نقول لا خلاص لا احنا ما بقيناش نحب النادي. لا 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 فيش الكلام ده. واللي يقول كده على فكره مش من النادي الاهلي يعني. اللي يقول او يكتب حاجه زي كده تاكدوا حضراتكم ان ده مش من جماهير النادي الاهلي. ده بقى حاجه الكترونيه او 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 الى اخره. مش هخش في السكه دي بس ما فيش حد من جماهير النادي الاهلي ممكن ان هو يقول كلمه وحشه على النادي. ممكن نزعل لكن نساند في نفس الوقت واحنا زعلانين لان طبعا. النادي ده فرحنا اكتر ما زعلنا. نوادي تانيه بتزعل اكتر ما بتفرح. صح ولا لا؟ صح جدا. والدليل كمان على صحه الكلام ده ان ما فيش مره في فتره من الفترات كان الجماهير مستاءة متضرره متضايقه غضبانه ايا كان. لكن اول ماتش للنادي الاهلي بعديها لازم تلاقوا كل الجماهير كامله العدد موجودين وبيشجعوا من كل قلبهم كما هي عاده الاهلاويه. فطبعا دي نعمه مشهد. كبيره ربنا يديمها على الاهلاويه. احلى مشهد يا كريم. الدعم اللي انت بتلاقيه طبعا. الصوت الهتافات بتدي ثقه كبيره جدا. ده احنا لما بيدعمونا يعني عايز اقول لك على حاجه. احنا جماهير النادي الاهلي اصلا على تويتر لو حد غلط فينا ربع كلمه تلاقي هو اللي بيدخل يدافع. انت بتبقى قاعد بتتفرج فانت عندك عيله في ظهرك. فالعيله دي بتبقى موجوده على الحلوه وعلى المره. معلش هو ده او هي دي جماهير النادي الاهلي. ومحدش ابدا هيدخل ما بيننا عشان بس الكلام يبقى ايه واضح. خلينا نروح دلوقتي زي ما احنا متعودين كل يوم نتابع اهم اخبار النادي الاهلي واخرها والفرق كمان المختلفه. وهتكون معانا مراسلتنا العزيزه سالا حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا بونجور مره ثانيه عليكي وسامعينك اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند طبعا بالصباح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. وزي ما عودتكم دايما طبعا يعني من مقر النادي الاهلي بالجزيره هكون معاكم عشان انقل لكم كل الامور والاخبار اللي تخص النادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. بس خليني قبل ما اتكلم عن اخبار جميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي يعني خليني اقول لكم هنا نهاوند وكريم الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن درجه الحراره النهارده الكبرى 36 والصغرى 25 ولكن بالرغم يعني من ان درجه حراره النهارده مرتفعه شويه والجو حر ولكن يعني في عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن زي ما انتم كمان شايفين ورايا في عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي وبالاخص يعني كبار السن. الكل يعني بيحب ان هو يجي في يعني في الساعات الاولى من صباح اليوم ان هو يجي ويمارس الرياضه يعني سواء في التراك لملعب ومختار التيتش او في صالات الجيم داخل مقر النادي. وكمان في اعضاء يعني بتحب وتيجي تستمتع بالاجواء داخل مقر النادي الاهلي. فيعني دي الاجواء هنا داخل المقر وتوافد الاعضاء يعني بيزيد كل شويه مع يعني مرور الوقت بيتوافد الاعضاء وبتزيد اعضاء او عدد اعضاء النادي الاهلي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. ده بالنسبه للاجواء. خليني بقى اروح لاخبار يعني الفرق الرياضيه والفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر ريكاردو سواريش. والنهارده يعني قرر انه لاعبي النادي الاهلي يرجعوا يستنفوا تدريباتهم مره اخرى على ملعب مختار التتش بعد ما اخذوا راحه سلبيه لمده 24 ساعه بعد ماتش المقاولين العرب. يعني النهارده قرر انهم يرجعوا للتدريبات وبعد التدريبات ان شاء الله هيدخلوا في معسكر مغلق في احد الفنادق في القاهره واللي هتكون قريبه من ملعب المباراه استعدادا للمواجهه القادمه في بطوله الدوري اللي هتكون امام فاركو في الجوله ال 28 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم واللي هتقام بكره ان شاء الله في تمام الساعه 9 مساء على ملعب استاد الاهلي والسلام. خليني بقى اروح للالعاب الاخرى ويمكن خليني ابتدي معاكم النهارده نهاوند باخبار ليها علاقه بالسباحه. يمكن اداره الاكاديميات للسباحه بالنادي الاهلي قررت ان هي تفتتح 11 فرع جديد في يعني عدد كبير من محافظات يعني مصر يعني في جميع انحاء الجمهوريه
انه يتم افتتاح يعني 11 فرع جديد ليه علاقه بالسباحه، وده بدايه من النهارده، ولكن الافتتاح ده هيتم من بعد توقيع العقود الخاصه بافتتاح هذه الفروع، واللي هتكون يعني في انديه وزاره الداخليه في 11 محافظه. يمكن خليني اقول لكم ايه هي ال 11 محافظه اللي هيتم فيها افتتاح فروع اكاديميات النادي الاهلي للسباحه، وهي الاسكندريه، دمياط، راس البر، كفر الشيخ، المحله، بني سويف، اسيوط، المنيا الجديده، وسيناء والطور. ويعني زي ما قلت لكم النهارده هيتم افتتاح يعني هذه الاكاديميات، وهي كمان هيتم بدء العمل فيها من النهارده من بعد الافتتاح، وده طبعا يعني تحت اشراف نخبه كبيره من المتخصصين ومن افضل المدربين اللي تم اختيارهم بعنايه من قبل اداره الاكاديميات للسباحه بالنادي الاهلي. النهارده كل حاجه هتبتدي بالنسبه للاكاديميات، وكمان يمكن يعني خليني اقول لكم ان ده من ضمن خطه اداره الاكاديميات للسباحه بالنادي الاهلي، انه ينشروا يعني لعبه السباحه في جميع انحاء الجمهوريه، وان هم كمان يقووا علاقتهم بجماهير النادي الاهلي من خلال اللعبه دي. وطبعا اللعبه دي مهمه، ليها اهميه كبيره، بتفيد طبعا جسم الانسان جدا، فيعني يمكن دي يعني من اهداف النادي الاهلي، وكمان من هدفه يعني الاساسي، من اهدافه الاساسيه عفوا، انه طبعا ينشر الاكاديميات في جميع انحاء الجمهوريه. استكمالنا جميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لكم تدريبات جميع الفرق الرياضيه سواء سيدات او رجال في جميع الالعاب الاخرى. يمكن النهارده ان شاء الله سيدات الطايره تحت قياده الكابتن حمدي الصافي عندهم تمرين الساعه 4 في صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره استعدادا للموسم الجديد، وكمان النهارده سيدات اليد تحت قياده الكابتن محمد عادل عندهم تمرين الساعه 7 في الصاله الكبرى بمقر النادي الاهلي بالجزيره. والنهارده رجال الطايره هيكونوا راحه سلبيه من التدريبات، ورجال كرة السلة هيبدأوا تدريباتهم في منتصف الشهر الحالي شهر أغسطس، ده طبعا بعد ما يرجع مستر أوغستي بوش المدير الفني الأسباني لفريق النادي الأهلي بعد يعني ما يخلص عطلته في اسبانيا، ويرجع في منتصف الشهر هيبتدي على طول التدريبات مع الفريق استعدادا للموسم الجديد، واللي تقريبا ان شاء الله هيبتدي في اخر شهر سبتمبر القادم او في بدايه شهر اكتوبر، لسه ما تحددش، ولكن تقريبا يعني هي دي المواعيد دايما اللي بتدي فيها الموسم الجديد بالنسبه لجميع الالعاب الاخرى. يمكن دي انا هواند وكريم كانت كل اخبارنا النهارده اللي ليها علاقه بجميع الفرق الرياضيه، وطبعا الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. اكيد انا معاكم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. كلمه ليك انا هواند. لا انا بس عايزه اعلق على الفيو اللي سالا، طبعا بشكرك جدا يا سالا، بس الفيو الجميل اللي حضراتكم شايفينه كده، تبقى قاعد بتاخد قهوتك كده مع الفيو الجميل ده والكؤوس والبطولات والتاريخ، حاجه برضو حلوه يعني. وده إيه؟ ما تلاقيهاش في حته تانية على فكره. الفيو اللي بتتكلمي عليه ده ما تيسر من حائط البطولات. لا ده جزء، خلي بالك ده احنا قلنا عايزين نبني مبنى، معلش لا والله عايزين نعمل اكستنشن بجد. طبعا كل اعضاء النادي الاهلي عارفين احنا بنتكلم في ايه، اللي بيروحوا طبعا حاجه مشرفه، ناس بتيجي من دول عالم مختلف عشان تتصور مع التاريخ اللي احنا بنتكلم على اساسه ده، فمزيد ومزيد من التالق ان شاء الله للنادي الاهلي. وعادي جدا معلش احنا متفاهمين الفتره دي هتعدي باذن الله، بس لازم يبقى عندنا دايما ثقه، هنفضل نقول الكلام ده على فكره لغايه لما احنا نزهق من نفسنا، فيعني الكلام ده لازم، الكلام ده من جوانا بجد احنا بنقوله، وربي يعلم انا من جوايا ده الكلام اللي انا مقتنعه بيه جدا. وعلى فكره مش صح ان انا اشجع واحب حاجه وهي بس في مجدها، الحب اللي بجد والعشق اللي بجد اللي احنا بنحبه مفروض كلنا النادي الاهلي مفروض في الحلوه وفي المره. وتاني هرجع اقولها، حلو عندنا كتير قوي لا يقارن بجد، فباذن الله الدنيا والامور تظبط الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الرحمن. طيب نروح بقى حضرات من اخبار النادي الاهلي الى الصحافه الرياضيه، هنروح معاكم على مقر جريده الجمهوريه، موجوده حاليا هناك زميلتنا العزيزه نورهان طمان، وهيكون ليها كمان لقاء مع الاستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي وقراءه في اهم وابرز الاخبار الرياضيه في كافه الصحف والمواقع المختلفه. صباح الفل عليك يا نورهان، كل سنه وانت طيبه، وتحياتنا ليكي ولضيفك العزيز، اهلا بيكي، اتفضلي. يا صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلت يا كريم احنا هنا من مقر جريده الجمهوريه نطلعكم على ابرز واهم الاخبار الرياضيه الصادره صباح اليوم، وكمان معانا الناقد الرياضي حسام الغرباوي للتعليق على اخبارنا النهارده. وخلينا نروح لاول مانشيت معانا من جريده الجمهوريه، اول تعليق من مدرب منتخب مصر للشباب على مواجهه الجزائر في نصف نهائي كاس العرب.
يمكن طبعا محمود جابر مدرب منتخب مصر للشباب علق بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس العرب، يعني كانت فرحة كبيرة جدا للجمهور وجمهور الكرة المصرية بشكل عام. قال انه العزيمة والإصرار داخل الملعب كانوا السبب في فوز فريقنا، وكمان قال ان صعوبة مواجهة المغرب جاءت لانه اول مرة منتخب مصر يواجه المغرب، ولكن او بعكس منتخب تونس والسعودية اللي يمكن منتخب مصر واجهه يعني من قبل، وقال انه على اتم استعداد ان شاء الله للمواجهة القادمة يوم الاربعاء. اما من موقع كورة ففيتوريا يوجه رسالة لشباب مصر بعد الفوز على المغرب. طبعا فيتوريا مدير الفني لمنتخب مصر الفريق الاول يمكن وجه رساله لشباب منتخب مصر بعد الفوز على المغرب زي ما قلنا لكم عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال احسنتم يا شباب اداء رائع والى التحدي المقبل. كمان معنا خبر من الأهرام عن محمد صلاح ونجمنا المصري لسه بيسطر التاريخ ولازال في الملاعب الأوروبية فخر العرب الحقيقي. الدرع الخيرية يكمل عقد بطولات كلوب وصلاح. طبعا يعني فوز ليفربول على مانشستر سيتي وفوزه وحصوله على الدرع الخيرية بيكمل عقد يعني نجاح نجمنا المصري محمد صلاح طبعا اللي سجل في المباراة، وأيضا يورجن كلوب المدير الفني الألماني اللي بيسطر تاريخ يعني حقيقي كبير جدا مع يعني الريدز. كمان خلينا نقول لكم انه معانا منشط ايضا من اليوم السابع، اما بقى ده يعني عن منتخب الباسكت منتخب السله اللي بيختتم استعداداته في معسكر اليوم لطبعا تصفيات كاس العالم. يمكن كمان خلينا نقول لكم انه التصفيات هتكون في تونس ان شاء الله الشهر الجاري، ويمكن معسكر المنتخب المصري كان بدا يوم الجمعه الماضي. وللتعليق على اخبارنا زي ما قلنا لكم معانا الناقد الرياضي حسام الغرباوي ناقد رياضي بجريدة الجمهورية، برحب بحضرتك معانا على شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا وسهلا، صباح الخير. منتخب مصر للشباب وشايفين أسماء جديدة يمكن ناس كتيرة يعني مش متابعاها، ملهيين احنا في الدوري العام ومنتخب مصر للكبار. تعليق حضرتك على الأداء بشكل عام لمنتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم. طبعا أنا بحييهم على الروح القتالية والرغبة الكبيرة في الفوز، وهو ده اللي بان في ماتش المغرب. يعني احنا ما كنا متأخرين بهدف ولكن نقدر نحاول التأخر بتقدم بهدفين مقابل هدف، ده شيء يحسب لهم، وهي دي الروح المعنوية أو الطاقة الكبيرة اللي احنا محتاجينها أمام الجزائر. المغرب الجزائر مش هيختلف كتير عن المغرب، وطالما احنا قدرنا نعوض الخسارة أمام المغرب إحنا إن شاء الله هنفوز في الجزائر. يعني إحنا شفنا أحمد حواش وصلاح الدين باشا قدروا إن هم يجيبوا هدفين، وهم طبعا أسماء أول مرة نشوفها، وإن شاء الله دول كانوا هيكونوا ذخيرة الفراعنة الكبار بإذن الله في المرحلة القادمة. وكابتن محمود جابر طبعا أنا مبسوط إن هو بيحاول يحفزهم إن هم يكونوا يلعبوا بروح قتالية كبيرة، وهو ده المطلوب على فكرة في المنتخبات. وهو بيعكف طبعا حاليا بدراسة الجزائر خاصة إن هو قابلها قبل كده، واللي يقدر يفوز على منتخب ما كانش شاف أو عارفه كويس ويتفوق عليه فطبعا لما يقابل الجزائر إن شاء الله بإذن الله يوم الأربعاء بإذن الله أكيد إن شاء الله هيكون في شكل تاني خالص، بحيث إن إحنا عايزين نكرر بصراحة 2001 ان احنا فوزنا بالمركز الثالث والبرونزية العالمية مع الكابتن شوقي غريب، وقدرنا ان احنا نفوز على باراجواي من ضمن افضل المنتخبات على مستوى العالم، وبعد برضو التفوق على هولندا. فاما قابلنا باراجواي قدر محمد اليماني في الشوط الثاني ان هو يحرز هدف التقدم ونحقق البرونزية اللي اتكتبت باسم مصر بعد ما قعدنا سنوات طويلة وصلت الى 19 عام مش قادرين نحقق ده، لكن الحمد لله قدرنا نتفوق. فده اللي هيدينا دفعه كبيره جدا، وان شاء الله بعد كده على المستوى الافريقي اللي احنا المستوى الافريقي ست بطولات شاركنا بس في اثنين وكنا البطل في 97، وهو ده اللي احنا عايزين نرجع له تاني. وانا شايف بصراحه بادره امل كبيره جدا ان المنتخب ان شاء الله هيحقق اللي احنا عايزينه ان شاء الله. ومن صلاح باشا لمحمد صلاح، واضح ان اسم صلاح هو اصبح تميمه الحظ لمنتخب مصر. ولا زال محمد صلاح بيقدم عروض فنيه رائعه مع ليفربول، وطبعا تجديد عقده والضجه اللي حصلت حواليها. توقعاتك لليفربول يعني هل يقدر يحقق الدوري الموسم المقبل؟ طبعا احنا شايفين الروح المعنويه الكبيره اللي هم فيها، شايفين التركيز كلوب بشكل كبير، جميع اللاعبين محمد صلاح
والمهاجم الجديد 24 عام اللي هو شارك في المباراه الاخيره وقدر ان هم ياخدوا الكاس لاول مره بالنسبه لمحمد صلاح، وان احرز هدف ولا اروع، وبيتساوى مع ارسنال في عدد تتويجه الى ان مانشستر يونايتد محقق 21 مره، ولكن احنا ليفربول بيتقدم بشكل كبير جدا، بيحاول يحقق معاه ابطال كبار. انا شايف ان هو باذن الله مع محمد صلاح، عشان ان شاء الله محمد صلاح يفضل مستمر، فانا ان شاء الله متوقع هيبقى يعني الموسم الجديد هيبقى قوي للغايه، خاصه ان ما شاء الله محمد صلاح في ذروه امكانياته البدنيه والفنيه، فان شاء الله هيقود ليفربول للافضل باذن الله الموسم الجديد. كلمه اخيره بقى المنتخب السله اللي بيختتم استعداداته طبعا اليوم. طبعا كل التوفيق ليه، احنا طبعا عايزينه، لان هذه البطوله بي 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 بيتأهل منها منتخبين مع أفضل مركز ثالث. طبعا احنا معانا جنوب السودان، تونس، كونغو الديمقراطية، وفي منتخبين آخرين. طبعا ان شاء الله كل التحية ليهم، وكل ما يكون في اجتهاد ورغبة في الفوز ان شاء الله مصر قوية في الباسكت، وان شاء الله تحقق ده ونبارك لهم بإذن الله. استاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية، بشكر حضرتك جدا. شكرا يا فندم، صباح الخير. وده طبعا كان لقائنا مع الناقد الرياضي حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. ده احنا اللي بنشكر جزيل الشكر زميلتنا العزيزة نورهان طمان على هذه التغطية الصحفية المتميزة كالعادة، شكرا ليكي. طيب احنا كده الفقرة الأولى الإخبارية خلاص انتهت، هنروح فاصل مع حضراتكم، بعد كده هنرجع علشان نستقبل ضيوفنا. وأول فقرة وزي ما كنا بننوه هنتكلم عن كرة القدم للساق الواحدة، وقد إيه أبطالنا عاملين شغل كبير جدا على الأرض. هنستقبل بعد الفاصل كابتن سيف وكابتن محمود ونسمع منهم ونتعلم حقيقي زي ما بيتقال. فاصل نرجع نكمل. اهلا بكم مره ثانيه. دايما بنتكلم مع حضراتكم عن التحدي من حيث المبدا، لان التحدي ده مش كل الناس بتقدر عليه. احنا في كل الفقرات الحواريه بيكون معانا ضيوف، بيكون دايما معانا ابطال ونجوم في رياضات مختلفه، ولكن المره دي الوضع هيكون مختلف، لان احنا بتفرق معانا على الاقل حتى شخصيا ونفسيا انا ونهواند لما يكون عندنا مجرد بطل رياضي، دي حاجه عظيمه في حد ذاتها، لكن لما يكون البطل الرياضي ده ملهم الوضع بيختلف تماما. خلونا ندخل في الموضوع مباشره، ما ضيعش وقت حضراتكم ولا وقت ضيوفنا في تقديمه طويله. احنا منورنا كابتن محمود عبد العظيم ابراهيم، هو كابتن منتخب مصر والمحترف بالدوري التركي، وكابتن سيف محمد محمود كابتن منتخب مصر وحارس مرمى افضل حارس مرمى في تنزانيا 2021. طبعا سعداء جدا بوجودكم معانا، انتم منورينا ومشرفينا وفرحانين باللي انتم بتعملوه. اهلا بيكم معانا في 10 الصبح في الاهلي. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ كريم، واهلا باستاذنا هواند، وبنصبح على جمهور النادي الاهلي في قناه النادي الاهلي. انا عارفه ان انتوا الاثنين بتعشقوا النادي الاهلي، وعارفه ان كمان واحنا في الفصل ونبدا بالنقطه دي لان النقطه حلوه جدا، كنا بنتكلم مع ضيوفنا انا وكريم وهم كانوا بيتكلموا ان نفسهم يبقى في النادي الاهلي كمان يعني فريق لاصحاب القدم الواحده لكره القدم، لان اعتقد ان ده لازم يكون موجود، لان احنا عندنا عشاق لهذا النادي وفي نفس الوقت من مختلف الفئات، فليه لا؟ هي الفكره يا استاذنا هواند ان احنا دي مش 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 امنيه، دي حلم، حلم من صغري ان انا كان نفسي ان انا اكون لاعب في النادي الاهلي، بس شاءت الاقدار ان حصلت للحادث والاصابه وقلت الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بس احنا سعينا للموضوع وتواصلنا مع الاستاذ امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي عن طريق الباشمهندس رامي فارس اللي بنشكره جدا على دعمه لينا. راجل محترم، راجل محترم جدا، هو الراعي العقاري، هو الراعي العقاري للنادي الاهلي. وكان التواصل ان يكون ان الفكره تطرح داخل مجلس اداره النادي الاهلي، وبشكر الدكتور محمد زكريا سراج الدين من الناس المحترمه جدا اللي تواصلوا معايا واعجب جدا بالفكره، وقال لي ان شاء الله تبقى مطروحه الفتره اللي جايه على مجلس الاداره، وانتوا شباب ملهم لمصر كلها، واحنا بنتمنى ان احنا ندعمكم، وان شاء الله الفتره اللي جايه يتفتح الملف تاني، لان احنا حابب بس اوجه شكر للدكتور اشرف صبحي وزير طبعاً. الشباب والرياضه. انت لسه منزل صور انا شفتها ليكوا على السوشيال ميديا، احكي لنا ده ايه؟
معالي الوزير مشكورا، هو مهتم جدا برياضة كرة القدم بالساق الواحدة، ومدي تكليف للدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير اللي برضو بشكره جدا ان تتسهل كل العقبات ان احنا نبدأ نشاط محلي ويبقى عندنا نشاط دولي في مصر، ومن خلال ان احنا نشتغل على قصة الأندية. يعني احنا عندنا ناديين، حلم حياتي زي ما قلت ان انا ابقى كابتن للنادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا وفي الوطن العربي كله، واحنا شغالين على النقطه دي، ويمكن كابتن سيف شغال اكتر مع الكابتن عبد الله على النقطه دي في سفري ان انا بلعب في الدوري التركي، وهم شغالين اكتر على الموضوع ده، وقدروا ان هم يخلصوا ناديين، وان شاء الله يعني بنامل ان الفتره اللي جايه يبقى في اكتر من نادي وشعبيه اللعبه تكبر. صحيح. وكل ده من خلال شغل ومجهود ان شاء الله الفتره اللي جايه تدرس يعني. كابتن، طب ما فرصه نتعرف من كابتن سيف بقى على المجهودات اللي بتتم. انا اسمي سيف سلامه، بشتغل مراجع مالي في الهيئه العامه لقصور الثقافه، والكابتن الثاني كابتن منتخب مصر وحارس المرمى، وطبعا زادني شرف ان انت تلعب باسم بلدك، دي حاجه كبيره. انا الحمد لله حصلت على افضل حارس في كاس امم افريقيا الاخيره في تنزانيا. انا من زمان جدا وانا بحب كره القدم، وتعلقت بيها اكتر تحديدا يوم ماتش مصر وايطاليا، وحبيت مركز حراسه المرمى قوي عن طريق كابتن شوبير، لان انا كابتن شوبير ده انا مش قادر انساه في ماتش مصر وهولندا. البيوت في مصر في التوقيت ده لو حضرتك تفتكر ما كانش فيه الابديتد، يعني كان في دلوقتي في ال سي دي وفي ال اي طبعا. احنا كنا ايام زمان بنتجمع جنب حاجه صغيره كده واحنا عيله، تلاقي العماره كلها في بيت واحد. احنا فعلا عيله، صح، وكلنا بنعشق حاجه اسمها الاهلي، وكان بالنسبه لنا ده حدث كبير، لان مصر كانت اخر مره كانت في كاس عالم كان في ايطاليا قبل كده، ده بالنسبه لنا حدث كبير جدا، فاحنا مش قادرين ننسى واحنا منتخبنا واقف قدام مروت خوليت وفان باستي، قامات كبيره، ماركو فان باستي طبعا حلو، وكومان طبعا، ناس يعني كان اياميها بيسموها لعيبه ثانيه خالص طبعا. الناس دي اخترعت دي بقى قبل التيكي تاكا زي ما هم بيقولوا، الطواحين الهولنديه كانوا بيتعبوا اي فرقه، كانوا فعلا بيتعبوا اي فرقه. فمن التوقيت ده انا تعلقت تحديدا بمركز حراسه المرمى، كابتن شوبير قدم ماتش عالمي اصلا في الماتش دوت، وانا من هنا وانا صغير بقى كنت 8 سنين كده فحبيت المركز دوت، اتعلقت بالمركز ده طبعا من صغري وانا بلعب كره القدم، ويعني انا طول عمري بجري ورا حاجه كده مدوره بتجري، وحلمي معاها نفسي كنت ابقى لعيب كره قدم، والى الان يعني حققت الحمد لله، ما فيش حاجه اسمها مستحيل عشان انت بتشتغل. طول عمري بقول في حاجه، في ثلاث حروف انت هتشوفهم ازاي، الالف واللام والميم، الامل، هتشوفهم امل ولا تشوفهم الم، انت اللي بتحدد تشوفهم ازاي. فانا ما اكذبش على حضرتك، اصطدمت طبعا بالواقع وانا صغير، قالوا لي انت ما تنفعش تلعب كوره، بشهاده الناس كلها قالوا لي طب روح جرب افهم. فتسع سنين انا بحب كره القدم فبجري ورا حاجه انا بعشقها. معلش ليه قالوا لك مش هتعرف تلعب كوره عشان يعني؟ لان في مصر ما كانش في حاجه اسمها لعبه كره القدم للمبتورين او للساق الواحده في هو حضرتك يعني ده كان حادثه ولا ده لا؟ انا الحمد لله مولود كده. على فكره انا عندي حد قريبي مولود كده يعني عادي كده. ما هي دي بتبقى لا احنا الحمد لله ما عندناش اي مشكله. بالظبط يعني انا عندي شخص من العيله مولود كده ومولود زراعين. الحاجه الاكيده ان حضراتكم والنموذج اللي هوند بتتكلم عليه، كلمة إعاقة احنا بنسيء استخدامها. لا هي مش هي عارف. هنقول تجاوزا مجازا يعني هي إصابة. إمتى تتحول لإعاقة؟ لو أعاقت صاحبها عن الوصول لحلم. صح. ممكن نحول الإعاقة لطاقة. عكس كلمة إعاقة الحقيقة. صح. احنا ممكن نحول كلمة الإعاقة دي لطاقة. أنا يعني أنا شفت كابتن محمود طبعا، أنا بالنسبة لي إذا في كورة بجد من 8 سنين، يعني احنا طبعا ده شرف لينا ان احنا نبقى احنا الفاوندرز او البايونيرز بتاعت اللعبه دي، وده شرف لينا كبير جدا 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 جدا، لان احنا فتحنا باب لناس كتير قوي جايه ورانا حلمت الحلم ده، بس هتحلموا بدري وهتحققوا بدري. صح. احنا جرينا ورا سنين كتير، وطبعا انا بشكر كابتن محمود جدا لان هو كان صاحب البدايه وصاحب الضربه لما وقف على العكاز. دي نقطه مهمه عايزين نتناقش فيها بقى طبعًا. يعني مع طبعًا. كابتن محمود برضه انت يعني اولا سنك صغير بس عندك حلم،
ويمكن حصل ظروف شويه ممكن تكون عملت زي نقول كده يعني مش توقف بس هولد للحلم شويه. بعد كده انت رجعت مره ثانيه وقررت ان انا حامل منتخب وهلعب كوره ومش هقف بحلمي. فدي في حد ذاتها قصه نجاح، انا حابه نعرف تفاصيلها والساده برضو المتابعين يسمعوها منك. انا يمكن القصه بدات ان انا من صغري بعشق كره القدم بس مش هقدر امارس. يعني انا رحت مركز شباب ان انا عايز العب وكنت بقف على العكازين والمدرب كان بيشوفني يقول لي طب استريح اتفرج وانت قاعد، فبقول له لا انا عايز العب، انا مش جاي عشان اتفرج او مش جاي عشان اشجع، انا بحب الكوره ونفسي ابقى لاعب كوره. فأدركت مؤخرا ان انا هتمرن معاهم بس مش هينفع اشارك. ما كنتش اعرف ان في رياضه رسميه ليها كاس عالم، ليها كاس امم افريقيه، ليها شامبيونز ليج، ليها بطولات دوليه معروفه، بس احنا ما كناش نعرف عنها حاجه. هي مش متسلط الضوء عليها، مش متسلط الضوء عليها. يعني ما فيش حد نصحك ان انت ممكن تروح وده موجود في العالم كله؟ لا 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 لا. كابتن محمود اشتغل شغل زيتي بعد انتشار صوره الشقلباظ الشهيره، فشفت بقى الفيديو وبدات طب ما هو في لعبه موجوده، احنا ليه ما نبقاش موجودين؟ بدات عايز اسس اللعبه في مصر وعملت اول ايفنت. كنا 9 لاعبين، دلوقتي احنا ما شاء الله وصلنا ل 160 لاعب من جميع محافظات مصر. وصلت كمان ان انت عديت بقى من مرحله المحليه الى كمان الانطلاق الى العالميه والاحتراف في الخارج والاحتراف في تركيا، وطبعا دي من ضمن الحاجات اللي عايزين نتكلم فيها. بس نستاذنكم احنا لازم نقطع فاصل سريع ونرجع نسمع بقى تفاصيل القصه. خليكم معانا. رحب بحضراتكم مره كمان، ولسه حديثنا مستمر مع كابتن سيف وكابتن محمود، وعمالين ندردش في الفاصل وكلام كتير قوي اتقال، بس عايزين بقى ننقله على الهواء علشان برضو الساده المشاهدين يعني يكونوا عارفين الصوره بشكل كامل. ان احنا كنا انا وكريم في بدايه الحلقه اتكلمنا عن فكره ان احنا عندنا البطل المصري، لكن البطل المصري اللي في معظم الاحيان او في كتير من الاحيان بيكون ما عندوش الامكانيات اللي هو محتاجها. ده احنا اتكلمنا عليه وانتوا قلتوا فعلا في بدايه برضو المشوار ما كانش فيه الامكانيات المطلوبه. نبدا من هنا، ازاي اصلا انتوا اخترعتوا او اختلقتوا الماده اللي قدرتوا بعد كده، وطبعا كان كله تفعيل ذاتي وتمويل ذاتي لغايه لما قدرتوا تلفتوا النظر للدوله، لانك وصلت دلوقتي يا محمود وسيف الوزير بنفسه مهتم والدوله مهتمه وفي جماهير بتساندكم، وزي ما كنا بنتكلم اسم مصر اللي على التيشيرت ده ده مسؤوليه كبيره قوي جدا. الموضوع كبير جدا 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 جدا. هو لولا اتخلق الظروف دي في عهد الرئيس طبعا، لان هو اللي سلط الضوء علينا وهو اللي فتح لنا المناخ الرخو ده ان احنا نقدر نشتغل فيه، ما كانش هيبقى صوتنا مسموع. فربنا رزقنا يعني الحمد لله بدكتور اشرف صبحي، يعني حد بيفكر بره الصندوق، تفكير جديد. فهو قال طب انا ليه ما اشوفش؟ فبص علينا وشاف. ابتدى طبعا كابتن محمود يشتغل معانا بحكم خبرته. لا هو كابتن محمود اصلا ابتديت الموضوع ازاي قبل ما يعني خلينا نبدا من اول عند كابتن بقى قبل ما الدنيا تبتدي تركز معاك والناس تلفت انتباهها والوزير يهتم. كلمنا انت ابتديت ازاي، يعني انت كان عندك عشق لان انت تلعب كره قدم ولقيت العالم ده موجود فيه، فقلت ليه ما نعملش ده في مصر. البدايه بقى كان مين اللي بيصرف، مين اللي بيدعم، جمعت الناس ازاي؟ احنا يعني البدايه كنا شغالين بجهود ذاتيه، كنا احنا اللي بنأجر الملاعب واحنا اللي بنصرف واحنا بنساعد بعض، في اللي بيبقى جاي من محافظات، في اللي ما معهوش الامكانيات، كنا مثلا اللي معايا يدي اللي ما معهوش بالظبط اللي هو وكان كان في هدف ان انا برضو انا رساله ان انا عايز اوجه في كتير من ذوي الهمم وذوي القدرات، اول ما بتحصل له الاعاقه او البتر او الحادث او الابتلاء بيبدا يدخل في حاله احباط وياس، لا انت خدني رساله ليك انا اهو بحارب. عايز اقول لك في ناس سليمه جسديا وعندها احباط، يعني لمجرد بعض الثغرات اللي بتبقى في حياتها. بالظبط. فاحنا بتتكلم في ايه بالظبط؟ فاحنا شفنا ان احنا رساله لكل ابطال ذوي الهمم، انا زيك انا وصلت ان انا اديك حافز ان انت يبقى عندك رياضه جديده تقدر تمارس الرياضه، لان احنا عارفين ان الرياضه هي اكتر شيء يخرج من الشخص من حاجز الاعاقه ان هو يبقى بطل وبطل رياضي ويبقى عنده حافز ودافع وان هو يبقى ملهم لكل الاشخاص. وان احنا بدانا نشتغل على النقطه دي زي ما قلت لحضرتك، كان بجهود ذاتيه، كنا بنأجر الملاعب، بنجيب الناس من جميع المحافظات عشان عندهم حب
لكرة القدم، ونتمنى ان كل ده يتغير الفترة اللي جاية، يبقى عندنا دوري كبير بنناشد كل أندية مصر من خلال شاشة النادي الأهلي. احنا حلم حياتنا يبقى عندنا دوري محلي قوي، يبقى عندنا منتخب مصر قوي، احنا عندنا الخامات، عندنا لعيبة من جميع محافظات مصر، اسكندرية، المنوفية، الجيزة، القاهرة، سوهاج، طنطا، كل جميع محافظات مصر عندنا لعيبة على أعلى مستوى، نجوم بجد. يعني احنا عندنا افضل حارس في افريقيا طبعا كابتن سيف سلامه اللي جنن منتخب انجولا ابطال العالم، ان هم مش عارفين يسجلوا، ما كانوش عارفين يسجلوا فيه، يمكن ما سجلوش فيه غير من ضربه جزاء كان عقدهم. عندنا كمهاجم منتخب مصر كابتن عبد الله مصطفى، عندنا الجناح الطاير كابتن زاهر محمد، عندنا ابراهيم بدوي ديفندر، عندنا احمد ابراهيم، عندنا مصطفى محمود ده مدافع ملوش حل، عندنا عناصر كبيره. واحنا قررنا ان احنا في التوقيت ده ان كابتن محمود يطلع يسافر عشان ياخد التجربه وينقل لنا تجربته هنا في مصر. هو قال لنا انتوا هتكملوا واحنا معانا شباب، وكابتن محمود خلاص خد القرار. طبعا هو كان اكتر مننا خبره، ويعني كان الفت بتاعه عالي، كان فتنس قوي، فهو قرر ان هو ياخد التجربه، وده فادنا كتير جدا في تنزانيا. يمكن جات لي اكتر من عروض في الدوري التركي، كان نادي بلديه ازمير، وكان في بورصه سبور وساعتها انتقلت لنادي بورصه سبور، لعبت معاهم اول موسم. كان يعني عامل كان ازاي بقى وجودك؟ الاجواء كانت بالنسبه لي مختلفه، لان انا رايح على جو جديد، التزام بقى، الموضوع بقى طلعت من الموضوع الهواء اللي دخلت سكه البروفيشنال والاحتراف. واضح ان طبعا ده قاسم مشترك بين حضراتكم انتوا الاثنين، فكره ان انتوا عندكم حلم وبتشتغلوا على تحقيقه، وربنا بيقدركم ان انتوا تحققوه بالفعل، فربنا يديمها عليكم نعمه. لكن هل تخيلت ولو للحظه في وقت من الاوقات، وقت ما كنت بتقول انا مش هينفع العب كوره، تخيلت ان انت هيجي عليك اليوم اللي مش بس هينفع تلعب فيه، ده انت هينفع تلعب فيه وتبقى نجم فيه وتبقى محترف بقى؟ ايوه فعلا. ايوه فعلا. اللي حلم حلمته. سوري انا اسف. انا حلم حلمته، وان انا اول ما بدات اللعبه انا قلت انا لازم ابقى محمد صلاح في اللعبه بتاعتي، ان هو محمد ده كان دافع ليا انا بقى. اكيد، لان الكابتن بتاعي عايز يبقى كده، طب انا عايز ابقى مين؟ وبمناسبه سؤال حضرتك، اللي ما بيصدقش حلمه ما بيعيشوش وما بيحققوش. ما بيعيشوا يعني بيحققوا. احنا كنا مصدق، يعني احنا معروفين من صغرنا، لان كابتن محمود برضو اصابه عنده، من ان هو لعيب كويس قوي وانا حارس تقيل قوي. بس الناس دي ازاي؟ طب ده بيلعب بلياردو ازاي؟ طب ده بيعمل انا يمكن يعني احنا مالتي تالنت، احنا مش حاجه واحده. انا يمكن كمان يا استاذ كريم عندي موقف حصل، هو غريب شويه بس يعني انا هحكيه لكم. كنت راجع لا يعني ده اكتر موقف اصلا، يعني انا يعني حسيت ان انا حابب نفسي قوي، او ان انا بعمل حاجه مستحيله قوي. فانا كنت راجع من السفر ونازل اجازه مصر، وظابط الجوازات بيقول لي انت كنت فين؟ فقلت له في تركيا. قال لي بتعمل ايه؟ فبقول له بلعب كوره. قال لي هنهزر؟ فقلت له حضرتك انا فعلا بلعب كوره كره القدم الصخر الواحده. وساعتها فرح جدا وتصور معايا وقال لي ربنا معاك وشجعني. فان انت تاخد الناس لحته مستحيله، او ان انت عملت ان المستحيل بقى ممكن، هو ده اللي احنا بنسعى له. انا طول عمري بقول كده. حلوه قوي دي. احنا بنقول عليكم مستحيل ممكن، مفيش حاجه اسمها مستحيل اصلا. صح. انت جربت، انت قررت بقى. انت جربت. احنا بنحب المستحيل جدا والله فعلا، احنا بنحبه. لذته في ان انت تعمل حاجه مختلفه محدش عملها. طبعا احنا النهارده لما بقف في التمرين بتاع منتخب مصر الاقي الكابتن بتاعي بيعمل باك ويرد على عكاز واحد، لا انا يعني سوري في اللفظ، انا سد الجون ده باي حاجه. الله عليك. لان ده احنا حسيناه فعلا. لا حسيناه فعلا، لان بعد ما كابتن محمود سافر احنا ابتدينا نشتغل على قدم الوثاق على الملف، ولقينا دكتور اشرف صبحي بيمد لنا ايده، والدوله فاتحه دراعاتها، وفي ناس امنت بينا ومساعدتنا من البدايه، زي مستر رامي او 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 مستر محمد، او يعني في ناس كتير ساعدتنا. بس احنا كملنا ده، احنا طالعين البطوله دي يا فندم ما عندناش ماتش دولي. أيوة. في اجنده دوليه، ماتش محلي في اجنده دوليه طبعاً. احنا واخدين شويه، انا اسف لزمايلي، هم احسن لعيبه. انا شفت زمايلي في الملعب بجد، هم احسن لعيبه خامات هناك بروحهم. المصري جبار طبعا،
لو في لو حاجه فيها مصر فعلا. لو في حاجه فيها مصر احنا حرفيا بنبقى ترانسفورمرز. عندي انا عندي سؤال قبل ما نختم لان الوقت بيجري. انتوا الوضع قبل كان ان احنا ما عندناش تمويل او تدعيم مادي ستار. هل دلوقتي ستيل واحنا ما عندناش طبعا برضو لسه اتحاد او غيره؟ احنا عندنا اتحاد اصلا؟ لا احنا لسه احنا نسقنا مع اللجنه البرلمانيه دكتور حسام الدين مصطفى. بس في دعم دلوقتي بتتلقوه عامه ولا لا من لا النوادي لا بتاعتكم؟ لا بس حاليا احنا من خلال قناه النادي الاهلي احنا بنوجه رساله لأندية مصر كلها ان احنا كل نادي يفتح الباب للعبة كرة القدم للساق الواحدة عشان يبقى عندنا نشاط محلي. احنا زي ما قلت في ناديين، انا امنية حياتي ان ابقى كابتن للنادي الاهلي، وانا بوجه رسالة للكابتن محمود الخطيب. يا كابتن بيبو انا امنية حياتي، انا محمود عبد العظيم كابتن منتخب مصر، حلم حياتي ان انا ابقى كابتن النادي الاهلي. يمكن انا محترف في الدوري التركي بس انا عندي تيشيرت النادي الاهلي اعظم تيشيرت في العالم. دي حقيقة. الله عليك يا محمود. دي حقيقة. احنا كبرنا على حبه. انا ليا طلب صغير. اتفضل. طبعا نفسي اخد الجوانتي بتاع كابتن الشناوي. يعني ده طلب حلو بس صعب. يعني لو عدت. بص اوعدك والله لو حد من زملائنا وانا قابلته مثلا مره هقول له والله برومس، يبقى يعني ده وعد مني ان شاء الله. نورتونا واسعدتونا والهمتونا وشرفتونا، وان شاء الله نرجع نلتقي بكم على خير. ده شيء شرف. وفي اتحاد موجود وفي نجاحات مدويه جديده اضيفت لسلسله نجاحاتكم السابقه. نورتونا بشكركم على وجودكم، جزيل الشكر. كل التوفيق بقى كابتن محمود وكابتن سيف، وعايزين اسم مصر كده ايه يعلى باذن الله لغايه لما الحلم ده يتحقق ويبقى عندنا الرياضه دي في كل الانديه باذن الله على مستوى محلي. انا بالمناسبه حابب اقول ان انا في 4 سنين احتراف الحمد لله قدرت ان انا اخد 3 بطولات في ال4 سنين. ان شاء الله مزيد اعلي باذن الله، اكون سفير كويس لمصر ان شاء الله. يا رب يا رب. شكرا لكم جدا. ميرسي. طيب احنا هنطلع فاصل يا حضرات، وبمجرد العوده من الفاصل حضراتكم هتلاقوا نهوان مع دكتوره دينا ابو السعود بيتكلموا في موضوع يهم كتير جدا منكم. وانا ان شاء الله اشوفكم على خير. الله يقعد معانا كريم. ماشي. برحب بحضراتكم. الفقره الاخيره اللي نوهت عنها في بدايه الحلقه وفقره دكتور دينا ابو السعود، هنتكلم في الملف النهارده عن ازاي نخس، بس ازاي نخس بشكل سليم وفي نفس الوقت وشي ما يبقاش باين عليه اني تعبانه، وفي نفس الوقت برضو ما ارجعش ازيد في الوزن على طول، لان في ناس كتيره جدا بتعمل دايت بعد كده تلاقيها زادت مره واحده لو بطلت الدايت او ابتدت تاكل بشكل طبيعي زي ما كانت بتاكل في الاول. واسباب كتيره جدا برضو بتادي ان احنا ما بنعرفش نخس او عندنا سمنه مفرطه زي ما بيتقال. ازاي اعمل كل ده وفي نفس الوقت عشان ما الجاش للتجميل او العمليات التجميليه اللي هي يعني عمليات السمنه؟ على كل حال انا قلت السمنه ليه؟ هي السمنة. معلش خلينا نرحب دكتور دينا ابو السعود. يا دكتور بونسور جدا. يا حبيبتي ازيك يا نهوان؟ الحمد لله كله إيه؟ زي الفل ومبسوطه انك معانا. فقره بتبقى بجد مفيده. وخلينا نبدا بملف السمنه اصلا وفكره هنا ازاي الناس، لان ده ملف في غايه الاهميه وعندك بقى اهتمام بيه او بيصيب كل يعني الاسره صغيرين وكبار، رجال وسيدات، ما فيش فئه معينه بتعاني من موضوع السمنه. فازاي ممكن ان احنا نخس اصلا كده، نبدا الموضوع بشكل سليم؟ لان في حالات كتيره غير الامراض العضويه اللي هي بتمنع الشخص ان هو يخس، لا ازاي اصلا الروشتة عشان الواحد يخس بشكل سليم؟ خلينا نهواند الاول نتكلم على خطوره السمنه. الناس كتير مش عارفه ان السمنه ده مرض خطير ومرض مزمن. صحيح. زي ما قلت يا نهواند دلوقتي موضوع السمنه، يعني زمان ما كانش فيه سمنه قوي، دلوقتي العالم كله بقى فيه سمنه بيتضرب في 3. طيب ايه خطوره السمنه؟ القصه مش مثلا ايه ده البنت دي تخينه البنت دي رفيعه، ولا الراجل ده تخين الراجل ده رفيع، ان الشكل جمالي. لا، السمنه بعد ما بيحصل سمنه وسمنه مفرطه بيحصل مشاكل صحيه كتيره جدا، منها السكر، منها القلب، منها مشاكل في الاوعيه الدمويه. وبالذات لو الواحد او الواحده تخنوا وعندهم تاريخ سيء في السكر من الاب من الام من الخالات من العمام، 100% هيجي له سكر. فلازم يبقى عندنا وعي شديد ان السمنه مش خلاص انا تخينه شويه واكتئبت شويه ومش عارفه انزل مش عارفه البس، الموضوع مش جمالي، الموضوع الصحه العامه. طيب ايه اسباب السمنه؟ يعني ايه اللي بيخلينا نتخن؟ في حاجات كتيره جدا بتعتمد على ده. ممكن نقول مثلا في الاول سمنه المطبخ اللي احنا عارفينها، هناكل السعرات الحراريه اللي بناخدها اكتر ما بنحرقها فوقتها هنتخن.
ممكن احيانا اكيد اسباب وراثيه. بالظبط اكيد دي كتير عندنا، دي كتيرة جدا اسباب وراثيه. وطريقه الاكل اكيد، لو اكلت كميه سكريات كتير هعلي الانسولين، والانسولين هو الهرمون اللي مسؤول عن تخزين الدهون في الجسم. او احيانا كمان الملح الكتير هيحبس لي ميه وهيخليني اتخن. واحيانا كمان يمكن في امراض بتؤدي الى سمنه زي مرض الغده الدرقيه او هبوط الغده الدرقيه. فعندك هرمون الغده الدرقيه الثيروكسين لو وقع هيحصل سمنه، الكورتيزون لو عالي هيحصل سمنه. معنى كده كورتيزون عالي هيعلى من ايه؟ يا اما عندي مشكله في الغده الكظريه، مرض في الغده الكظريه، ورم لا قدر الله في الغده الكظريه، فبيحصل ان الكورتيزون بيعلى كتير جدا. وقتها هي ايه من الغده الكظريه دي؟ دي غده فوق الكلى. غده الكظريه انا اعرف الادرينال. الادرينال اسمها الغده الدرقيه، لكن الكظريه لا، الكظريه دي الغده اللي دليل اسمنا. ده اسم غريب. الغده دي المسؤوله عن افراز الكورتيزول. أوكي، فالكورتيزول بالظبط حتى واحنا وقت الاسترس بتحس ان احنا اتنفخنا، ده هرمون الاسترس. عشان كده بقول لازم وقت ما يبقى عندنا ستريس نحاول نهدي نفسنا، بلس الاكل والعادات السيئه، بلس النوم السيء. النوم السيء اللي هو عدم كفايه النوم، ولا ان انا بنام على مراحل النوم الغير كافي، الاسترس قبل النوم، النوم الصبح مش بالليل، لان بالليل هو اللي بيحصل ديتوكسيفيكيشن للجسم. اللي هو بعد ما الشمس تطلع، في ناس كتير فعلا صح بتنام بعد الفجر. صح، فيمكن كمان النوم المضطرب بيؤدي الى سمنه. او بقى احنا عندنا كريفنج للاكل، بتلاقي كتير عندنا، يمكن انا كنت منهم، اروح كافيه اكل، اخش السينما اكل، ان الاكل هي دي متعه الحياه. لازم اغير. في البيت بنقعد في البيت، الباب بتاع الثلاجه ده بيتفتح مثلا وعظيم 1000 مره في اليوم. صح، مثلا كل فرد في العيله، او بناخد فكره يعني ايه اللي جوه. صح، مش عايزين ناكل، عايزين. وما بنقدرش السعرات الحراريه المفروض لا لا، هو في حد هيقعد يحسب ورا نفسه برضو يا دكتور؟ ما هي دي المشكله. فلازم برضو نعرف احنا المقدار اللي احنا بناكله قد ايه، ده مهم جدا. سواء انا بتمرن او ما بتمرنش، يعني لو انا مش بتمرن ما ينفعش اخد سعرات حراريه كتير، لو بتمرن ممكن اكتر السعرات الحراريه. فهي دي القصه، وان الطريقه ان احنا نقدر نعرف بيها وزننا عالي زياده او لا سهله برضو. حلو. هو اصلا يعني اللي انا اعرفه برضو تصلحي لي المعلومه، هو لازم واحد يوزن نفسه كل يوم اول ما يصحى قبل الفطار، ده اكتر وقت الوزن فيه بيبقى اكيوريت يعني. صح، بس في حاجه في قصه قياس الميزان بتاعنا، بتلاقي مثلا بنت عامله بدات تعمل دايت، او سيده بدات تعمل دايت وشكلها بقى حلو في اللبس، بس تيجي على الميزان لا تلاقي نفسها مش خاسه. دي بتحصل لي انا شخصيا. دي قصه انك انت ممكن تكوني بداتي تتمرني شويه، فبداتي تعملي العضلات بتوزن اكتر. جسمنا عباره عن عضلات ودهون وميه. فلما تبداي مثلا تاكلي بروتين، والبروتين مهم جدا، فالكتله العضليه بتاعتك بتعلى، فالشيب بتاع جسمك بيبقى احسن. الكتله العضليه بتوزن اكتر من الدهون، الدهون هشه. فالدهون الكتيره دي مثلا بتعمل كيلو هشه، لكن انت بتنزلي دهون وبتكتري العضل عندك. فهي دي المشكله، ممكن يكون الميزان وقتها مش يعني ما حدش اتضايق ان هو عمل دايت وجسمه بقى تونينج، ويجي على الميزان وتلاقي نفسها ما خسيتش. فبرضه قصه الميزان دي يعملوا فيها الاعتبار، ده مهمه جدا. يعني انا يعني احكم بالشكل، بالشكل مش بالوزن، بالشكل وبالبادي ماس اندكس اللي هي طريقه الحساب بتاع الان شيب. يعني الـ شيب. بيبقى في جهاز بتعملي بيه البادي ماس اندكس، او لو اي حد بيتفرج علينا ممكن يعملها، ان هو بياخد الوزن بتاعه. لا نحسبها. ايوه. انا احب الحسابات قوي. ثانيه واحده يا دكتور، الكالكوليتر اهو. طيب قولي لنا بقى الوزن بتاعك. الوزن بتاعي نقوله ده البسط. ده البسط. اوكي، ده البسط 66 بتاعي. وخلي الناس كلها تعملها معانا. ماشي، 66 الوزن بتاعنا على طولك مضروب في 2، يعني مضروب في نفسه. ديفايدد الطول. بص يا نهاوند، الطول اضربيه في نفسه الاول، ده يعني المقام. يعني اضربه في نفسه. يعني انت طولك كام؟ انا 170 170. يبقى الطول بالمتر 170 في 2. ثانيه واحده، 170 في 2 في 2 هيطلع لك رقم. احفظيه واقسمي الوزن بتاعك على الرقم ده. ده 340. اقسمي بقى الوزن بتاعك على الرقم ده، على 340. يعني ديفايدد 66 مثلا. اوكي، الرقم طلع لك كام؟ 5. لا ازاي؟ وزنك على الطول في 2. ايه ده؟ طب اوكي،
المهم الوزن على طول، اما انت يمكن مش عارفه تحسبيها صح، الطول لازم مش ديفايد باثنين، ديفايدد باي اتسلف، يعني الرقم في نفسه. اوكي. لو عندي الرقم ده من 18 ل 24 انا نورمال. امال ايه 5 ده؟ لا ما انا هحسبها لك لما اخلص الهوا. لا هحسبها لك لما اخلص الهوا. من 25 ل 28 29 انا على البوردر لاين، من 30 انا اوبيز. يعني انا سنة بس من دي بتبقى امراض بقى معاها. لا لازم اظبط اكلي، لو ما عرفتش اظبط اكلي والعب رياضه هنتكلم على منتج مهم جدا بيساعد في عمليه حرق، ومنتج طبيعي ومرخص من وزاره الصحه المصريه، وفي الياف طبيعيه وليه اكشنز مهمه جدا ان انا اظبط معدل الشبع، ان انا موضوع الشراهه بتاعتي تقل، واظبط معدل الحرق بتاعي ببيستا. يعني بيستا اعتقد من اقوى المكملات الغذائيه اللي بتساعد جدا على حرق دهون وبتساعد على عدم شراهه الاكل. لو انا جربت ان انا اعمل دايت وما قدرتش، او جربت ان انا امشي على اكل صحي وما عرفتش اخس، وقتها بلجأ لبيستا. كويس قوي. بيستا بقى كمنتج خلينا نتكلم كده عشان الناس برضو تفهمه، هي القصة كلها ان هو لان في بعض الأدوية اللي هي بتعمل ايه، بتاكلي وتقوم تاخد خلاصة الزيوت والحاجات اللي انت اصلا جسمنا برضو محتاج يعني برسنتج من الفات وبتطردها، فدي بتبقى خطر الأدوية اللي من النوع ده. طبعاً. بيستا ما بيعملش ده. لا 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 لا. التكنيك اللي بيمشي عليه بقى ازاي؟ بيستا ليه بنقول ان هو من اقوى المكملات الغذائية اللي بتساعد على حرق الدهون؟ لانه بيحتوي على ثلاث انواع من الالياف الطبيعيه، من اهمهم بذور السيليوم وبذور السيليوم والشوفان ورده القمح. اوكي. الثلاثه دول مهمين جدا لنظام معدلات الشبع، وكمان عايز اقول لك ان الشوفان وبذور السيليوم لما بنيجي ناخدهم بينفشوا في البطن فبيعملوا حيز كبير جدا في المعده. لو انا بفكر ان انا اكل خلاص انا جعانه فهاكل كميات كبيره من اي نوع، لا انا لو اخدت بيستا قبل الاكل بنص ساعه مش هيبقى في حيز في المعده ان انا اكل كتير. ده اللي بيعمله بيستا. وكمان عندي داخل بيستا حاجه مهمه جدا، رده القمح. رده القمح مهمه جدا لتنظيم عمليه الهضم، عشان كده احيانا بياخدوا بيستا لعلاج القولون العصبي وعلاج الامساك. ده في ناس بتجيب رده القمح لوحدها كده، فقصه ان هي تبقى موجوده وسط مكونات ثانيه او ناس تقول لي ايه بالظبط، وتقول لي طب يا دكتوره دينا مثلا ما احنا ممكن ناخد الشوفان. الشوفان لو اتاخد بتركيز عالي، لو اكلنا شوفان كتير هنتخن. يعني هو الشوفان خداع فكره. بالظبط. انا اوقات بفطر شوفان بس ببقى مش عارفه هل انا كده هتخن ولا. وهتلاقي الشوفان هتحطي عليه مكسرات، هتحطي عليه لبن، لا عسل عليه عادي ولبن. ما هو العسل فيه العسل فيه سعرات حراريه. ايه طيب؟ ما هو عشان كده الناس تقول لك ايه، طب انا هاخد شوفان. الشوفان لو اخدته كوجبه هيعدي لي 300 سعر حراري. طبعا. بجد؟ لكن كيس واحد او ساشه واحده من بيستا مش هعدي ال 20 سعر حراري. أوكي. فده مهم جدا، بلس ان السيليوم طعمه وحش قوي لو اخدته لوحده او رده القمح. صح صح. فدي حاجه مهمه قوي. وكمان عندي داخل بيستا فيتامين سي. طبعا احنا كلنا عارفين فيتامين سي قد ايه مهم للمناعه وقد ايه مهم للبشره وللشعر. الدراسات الاخيره اثبتت ان فيتامين سي ليه علاقه بحرق الدهون. حلو. فدي حاجه مهمه جدا. بلس طبعا عندي معدن مهم قوي، الكروميوم. الكروميوم اسمع عنه بنسبه 500 ميلي جرام، نسبه عاليه جدا، والكروميوم بيقدر يحسن لي افراز او معدل افراز الانسولين، ده مهم جدا. والكروميوم بيساعد على حرق النشويات وتحريك الدهون المخزنه، وبالتالي طبعا والنشويات لما بتتحرق بتتقلب لطاقه وبالتالي بنخس. وكمان عندي ال كارنيتين اللي بيساعد على تحريك الدهون المخزنه. ده فيه كل الانجريدينتس اللي يعني الكارنتين ده حتى اللي هو كومبوننت او يعني مكون الناس بتاخده او الرياضيين بياخدوه عشان يخسوا اصلا وعلشان يساعدهم. طبعا. يعني فاوريدي ده موجود كمان موجود في بيستا. بنسبه مش كبيره لان ما بحبوش يعني. وجوده برضو وجوده مهم جدا. حلو. طب بصي بقى خلينا ناخد برضو كيسز، لان زي ما احنا بنتكلم احنا ما بنحبش نتكلم نظري فقط، خلينا نروح نشوف كيس برضو يعني جربت المنتج ده وقدرت ان هي او حصل فرق كبير جدا على كمان يعني شكلها، فنشوف هو كان كام كيلو وبقى كام كيلو وازاي وخلال كمان قد ايه ونرجع نكمل. احكي لنا قصتك مع بيستا،
وإزاي ساعدتك تخس؟ اسمي إبراهيم محمد إمام، عندي 27 سنة، كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85. قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير، من ضمنها ان انا ما كنتش بعرف البس كويس، ما كنتش عارف بمارس الرياضه اللي انا بحبها اللي هي الكوره، كان عندي صعوبه في طلوع السلم، كان عندي صعوبه في مظهري العام قدام الناس. الحقيقه ما كانش في اي حاجه محروم منها وانا بستخدم فيستا، بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليله. بعد ما استخدمت فيستا بصراحه الموضوع اختلف معايا جدا. كنت بستخدم فيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، ما كانش عندي اي مشكله مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص، غير ان طعمه كان حلو جدا، كان بطعم التفاح، فاكني بالظبط كنت بشرب عصير. بعد ما خسيت بصراحه الموضوع اختلف معايا، ما بقتش عندي اي معاناه في اي حاجه، ولا في اللبس ولا في الحركه، بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه. الحقيقه بحب انصح الناس ان هم يستخدموا فيستا. اللي عجبني في اللي انا سمعته دلوقتي ان الكلاينت ده او البيشنت ده بيتكلم ان هو بياكل كل حاجه هو عايزها، يعني القصه ان انت مش حاجه اسمها انا مش ينفعش تاكل كذا، ما ينفعش، لا هتاكل كل اللي انت عايزه بس بكميات انت نفسك جسمك هو اللي هيفرضها عليك. صح. لو اخذت بيستا قبل الاكل لان معدتك اوريدي هتبقى فول، فدي حاجه على فكره حلوه جدا. ما هو احنا عندنا يعني احنا كمصريين عندنا متعه كبيره قوي في الاكل، فعايزين ناكل كل حاجه ونخس وما نحرمش نفسنا. يعني ما الاقيش حاجه اكله بحبها، يعني انا بالنسبه لي حتى لو عامله ايه دايت وعندي ايفنت لو شفت بلح الشام هاكل بلح الشام. ما هو القصه في بيستا انه بيعمل ده، يعني انا نفسي في بلح الشام ونفسي اكل. انا معرفش على مدار السنه ما بيتعملش ليه، ممكن افهم والله ليه رمضان بس ليه بيحرموني. الحمد لله ان انا ما بحبش الحلويات. يعني خبر. الحمد لله. بيستا الاكشن بتاعه والقوه بتاعته في الالياف اللي فيه، يعني عشان كده بقول هو طريقه استخدامه قبل الاكل مش بعد الاكل يا جماعه. والاكله الدسمه، يعني لو انا مثلا بفطر حاجه خفيفه قوي انا مش محتاجه بيستا الصبح. لو انا بتعشى خفيف مش محتاجه بيستا. بيستا اهم حاجه لو انا خلاص هتغدى غدوه كبيره. الغدوه الكبيره اللي هي ايه؟ يعني كاربز، يعني ايه كل حاجة. اللي فيها بالظبط؟ انا ضد الدايت اللي بيحرمني بالكاربز. أوكي. ضده جدا. انا لازم اكل كاربز بنسبه قليله، ولازم اكتر من البروتين لو انا عايزه شيب جسمي كويس. والبروتين طبعا المصادر الحيوانيه مهمه جدا، وعندي البقوليات مصادر نباتيه، وعندي بياض البيض مش الصفار. أوكي. مليان بروتين. المهم ان انا مع بيستا لو انا بفكر خلاص اكل وخايفه ادب جامد، باخد بيستا هو ساشيتس طبعا، على كوب ساشيت واحده قبل الاكل كيس واحد كيس يعني. واحد قبل الاكل، وادوبه كويس جدا قبل الاكل بنص ساعه. وانس انه خلاص دخل المعده بيعمل حاجه اسمها ماده جيلاتينيه نتيجه الالياف السيليوم والشوفان ورده القمح. فالماده الجيلاتينيه بتاخد حيز كبير قوي في المعده، فالحته اللي في المعده فاضيه مش هتستوعب كل الاكل اللي كنا بناكله قبل كده. اوكي. فدي حاجه حلوه جدا. والحلو اللي فيه انه بيعدل معدل الشبع 8 ساعات. انت بعد 6 ساعات مش هتحسي انك جعانه لمده 8 ساعات. طبعا مش هتحسي انك جعانه. فدي حاجة حلوة قوي بيستا بيعملها. طيب مع بيستا بقى، لأن في ناس بتبقى عندها مشكلة في فكرة هنا إن البورشنز بتقل وبالتالي الفيتامينز اللي في الجسم بتقل، فهل ممكن يبقى في مكمل غذائي يعمل بالانس للاتنين؟ في لازم أخد مع بيستا أو ينصح الأخذ مع بيستا المالتي فيتامينز، وبرشح مالتي فيتامين رائع في كمية أكتر من 13 فيتامين ومعدن، اللي هو ألب مالتي فيت. ألب مالتي فيت الصورته اللي جنب بيستا طبعا من أقوى المكملات الغذائية والمالتي فيتامينز الموجودة. طبعا هو موجود برضو في الصيدليات. ألب مالتي فيت بيحتوي على فيتامين سي، بيحتوي على فيتامين بي المهم جدا للأعصاب ولتحسين الصحة المزاجية. احنا محتاجينه كلنا. ده منتج لجميع الناس. أيوة. ده وفي فيتامين سي للمناعه وللشعر والبشره، وفي بيوتين او الحرق. طبعا زي ما انا قلت ان الدراسات اثبتت ان فيتامين سي بيعمل فات اوكسيديشن او بيساعد على حرق الدهون، وعندي بيوتين عشان ما حدش يشتكي ان شعره بيقع من البنات، فعندي بيوتين بنسبه كويسه قوي، عندي فوليك اسيد، عندي الكالسيوم داخل ألب مالتي فيت. الجرعه المصرح بيها من ألب مالتي فيت كبسوله او قرص واحد بس في اليوم. ده يبقى مع بيستا ولا بعد الاكل؟ بعد الاكل بساعه. اوكي. يبقى بيستا قبل الاكل بنص ساعه، ثقيله بنص التقيلة. ساعه وألب مالتي فيت بالظبط. بالظبط الجرعه المناسبه لبيستا من 2 ل 3 ساشت في اليوم. ثلاثه لو عندي سيفير اوبيز، يعني لو انا البي ام اي اكتر من 40،
دي بتبقى اسمها موربل اوبيز او سمنه قاتله. لكن هو لو حد عايز يخس في ال 8 كيلو 5 كيلو بالظبط كفايه ساشه واحده على الاكله الكبيره. يعني دكتور دينا اقول ايه بس والله يعني الوقت بيجري بس بجد بنستفيد والله نورتينا حبيبتي. انا هواد مبسوطه اني معاكي وانا كمان على طول معاكي ان شاء الله تاني. اكيد ورانا ايه. بشكر حضراتكم على متابعتنا النهارده ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.